لكل عشاق السيارات. أنا فرانسوا حبشي ورح كون مضيفكم اليوم لنتعرف على سيارة جديدة من شركة نيسان بمكان أقل ما يقال عنه بأنه روعة، لأنه رح يستضيف الحدث الأبرز بهالسنة إكسبو 2020 دبي، ومن هون رح نبلش. حضروا حالكم وشدوا الأحزمة لأنه رح ننطلق، ولكن قبل هالشي رحبوا معي بتياري صباغ المدير التنفيذي لنيسان الشرق الأوسط. تياري، بالبداية حبين نعرف منك تحديداً نحن ليش موجودين اليوم بإكسبو 2020 دبي؟ أهلاً فرانسوا وأهلاً بالجميع. نحن اليوم هون لأنه نيسان قررت تكشف عن وحدة من أجمل سياراتها، سيارة ترسخت مع عادات وتقاليد المستهلك بهالمنطقة عنا. ومثل ما إكسبو رح ينطلق بشهر أكتوبر الجاي من الإمارات للعالم، نحن حبينا نكون بإكسبو لنستغل هالحدث ونطلق سياراتنا من هالمنطقة للعالم. الموبيليتي بافيليون هو واحد من الثيمز الثلاثة بإكسبو 2020 دبي مع السستينيبيليتي والأوبورتيونيتي بافيليونز، وهيدا بخلي هالمكان مميز لإطلاق السيارة. تيري، ومن دون كشف أسرار، فيك تخبرنا نيسان الشرق الأوسط شو رح تعمل بالإكسبو 2020 دبي؟ نيسان وبصفتها الشريك الرسمي للسيارات لهالحدث العالمي رح تستخدم خبرتها لتعطي لمحة عن مستقبل التنقل الذكي، وتعرض سيارات الجيل القادم المبنية على رؤية نيسان اللي هي Enriching People's Lives، وهيدا بيتماشى مع توجه إكسبو 2020 دبي وشعاره الرئيسي تواصل العقول وصنع المستقبل. مكان بهالجمال والروعة والضخامة، أنا برأيي تياري لازم له سيارة بتسويه من ناحية الجمال والروعة والضخامة. فيك تخبرنا شو هي سيارتنا لليوم؟ سيارة اليوم اللي عم نطلقها هي جزء من تاريخ المنطقة، واطلاق اليوم هو أول خطوة من الاحتفالات بعيدها السبعين. ومثل ما شايف ورانا سياراتنا هي من عائلة نزمو. تياري، قبل ما تكمل، كلمة نيسمو لشو بترمز؟ نيسمو هي باختصار لنيسان موتور سبورت، اللي هو القسم المتخصص بتعديل مجموعة مميزة من سياراتنا من ناحية أنظمة التعليق والديناميكية الهوائية والحرفية العالية، الأداء اللي بيمنح السائق الشعور كأنه عم يسوق على حلبة حتى بسواقته اليومية. تأسست نيسمو سنة 1984 وشاركت سيارات نيسمو سباقات حول العالم مثل اليابان والولايات المتحدة وسباق لومان 24 hours المعروف وغيرها، وحققت انتصارات كتير كبيرة. شو رأيك هلأ نغوص أكتر مع نيسمو من خلال فيديو بلخصنا كل اللي عم بتقوله وبيعيشنا أكتر وأكتر أجواء نيسان موتور سبورت؟ Charts can't exhilarate. Numbers can't take your breath away. You must go beyond the data to stir the soul. It starts with Hilo Yoshikato. It's not a Nismo until he says so. It's a fine line, a feeling that requires a special language between driver and engineer. From finessing electronics to using race-proven parts, whatever it takes, handling can be an even greater challenge. Ride, cornering, braking must work together. The suspension must be precise but comfortable on the street. It starts with the tires. Each component building up from there. Shocks, brakes, spring rates. And where you learn you can make the air an enemy or an ally. It requires incredible attention to detail. Even a millimeter makes a huge difference, creating downforce to glue you to the road. This is Nismo. We believe ultimate performance is as much about the people as the technology. تياري، بتصور خلص صار فيك تخبرنا عن السيارة اللي حتقدموها اليوم. سيارة اليوم لخص لك إياها بأنها بتتميز بتصميمها الجريء والقوي، إضافة لحرفيتها وأكيد البرفورمانس العالية. صممت هالسيارة تتكون نسخة رياضية مستوحاة من نيسان بترول الأسطوري، وأكيد هلأ صرتوا عارفين عن شو عم نحكي. منقدم لكم بكل فخر بترول نيسمو 2021 اللي صمم ليتصدر وليفرض هيبته. Crafted to conquer. Thank you.
بترول نيسمو بسهولة بتتحول الشوارع لحلبة سباق خاص، ومثل ما شفتوا هالسيارة بتتميز بتصميم متطور ولافت وهندسة دقيقة بعناصر ديناميكية هوائية لتقدم تجربة قيادة فريدة ما بتنتسى. تيري، فيك تخبرنا ليش اطلاق نيسان بترول نيسمو عالمياً بهالوقت وبالإمارات؟ كان لنيسان بترول نيسمو صدى كتير قوي بالمنطقة من وقت ما اطلقناها عالمياً لأول مرة سنة 2016، وبيفتتح الاطلاق مثل ما حكينا احتفالات رح تستمر لسنة كاملة بالذكرى السبعين لطرح أول سيارة نيسان بترول اللي بيرجع تاريخها لسنة 1951. بترول نيسمو اللي عم نطلقها عالمياً اليوم رح تكون متوفرة حصرياً بهالمنطقة، وهالشي بيأكد التزامنا تجاه العملاء تبعنا بالشرق الأوسط وتحديداً بالخليج. نحن منشوف أنه إطلاق نيسمو بالمنطقة عنصر أساسي في استراتيجية توسيع أعمالنا، وبيعتمد على تراثنا العريق في عالم رياضة السيارات، وخصوصاً أنه فرع نيسمو بالتحديد بضيف قيمة متميزة وبتخلينا نفتخر فيه أكتر. بترول نيسمو الجديدة رح تكمل اللاين أب الكبير تبع نيسان بالمنطقة، خاصة أنها بتلبي متطلبات كل اللي عم يفتشوا عن التميز، شغف السواقة والأداء المميز والفخامة أكيد. ومن دون أي شك هالسيارة رح تكمل أسطول بترول العريق. نجاح نيسان بترول منه صدفة أبداً، هالسيارة وقفت لجانب المستهلك من حوالي 70 سنة وبعدها مكملة بنجاح ملفت، وأكبر دليل على هالشي المبيعات اللي وصلت حوالي 2 مليون سيارة، وكمان جابت أعلى ماركت شير بالأسواق الرئيسية بهالمنطقة. ما ننسى الجوائز الكبيرة اللي ربحتها وحصولها على أعلى نسبة customer satisfaction وأكيد أعلى resale value. نتعرف أكثر على نيسان بترول نيسمو 2021 رح ينضم لنا عبد الإله وزني، رئيس قسم التسويق والمنتج بنيسان الشرق الأوسط. عبد الإله، نحن قدام سيارة عندها حضور كتير قوي، فيك تخبرنا شو توجه نيسان بالنسبة للتصميم على مستوى هالسيارة؟ تتماشى نيسان بترول نيسمو مع توجه العلامة التجارية الجديد القائم على الجرأة والحيوية. مثل ما قال تيري، ما كان ممكن نطلق فرع نيسمو بالمنطقة بال 2016 بدون ما يكون نيسان بترول الأيقوني من ضمن المجموعة. واشتغلنا كتير على هذا الموديل الجديد، والتغييرات الكبيرة اللي رح نشوفها بالباترول نيسمو 2021 هي نتيجة استماعنا بدقة للكاستمر فيدباك، وتحديداً اللي امتلكوا النسخة الأولى من هالسيارة. نطلب يكون في مور اكسيرر ديفرنشيشن عن النسخة العادية من نيسان باترول، وهيدا الشيء اللي نشغل عليه بشكل كبير من ناحية الخارج. وتاني شيء المصممين اشتغلوا على الانتيرير اللي صار فيها أكتر روح رياضية وأكتر فخامة، اللي هي كانت بتميز الدي ان اي الرياضية للنيسمو بالمنطقة. عبد الإله، شو رأيك هلأ نبلش جولتنا حوالي السيارة، والبداية طبعاً مع المقدمة، لأنه أنا أكيد كل لمسي في من وراها قصة. تعتبر باترول نيسمو هي الريس انسبايرد فيرجن من نيسان باترول الأسطورية. إذا نشوف الواجهة جديدة بالكامل، مور سبورتي مور بولد. السي شيب هيد لامبس اللي عندنا بيعكس إطلالة باترول. إذا مننتقل على الجريل، منشوف الفي موشن جريل اللي موجود معنا بالسيارة. هيدا الفي موشن مستوحى من خلية النحل المعروف بالهونيكومب مع شعار نسمه الموجود عليه اللي حنشوفه بأكتر من مكان موجود على السيارة. تصميم البامبر جديد بالكامل، رياضي أكتر مع فتحات تهوئة ديناميكية. هيدا الفتحات من خلالها قدروا المهندسين حققوا زيرو ليفت فورس اللي هي الأولى من نوعها بسيارات دفع رباعي. ومثل ما شايفين حتى خطوط نيسان الحمراء بتعكس الدي ان اي لنيسان نيسمو. عبد الإله، حديثك عن المقدمة حمسنا أكثر نكتشف بقية أجزاء السيارة، شو فيك تخبرنا عن الجوانب؟ مثل ما حكينا المصممين اشتغلوا كتير على السيارة من الخارج. إذا بنحكي على الجانب، التركيز كان على الألوي ويلز. مثل ما شايفين 22 إنش ماشين كات ألوي ويلز بينفرد فيها نيسان نيسمو.
نزل 900 جرام كل اللويز، يعني نحكي حوالي 4.5 كيلو جرام نوز السيارة، وهذا الشيء بيساعد كثير على الأكسلريشن يكون أقوى بالسيارة. ونزاد عليها لأول مرة شعار نسمو صار موجود على الألويز، وهيدا بدل على تميزها عن السيارة البيس تاعت نيسان باترول. الخطوط الحمراء اللي كنا عم نحكي فيها اللي هي بترمز لنيسان نسمو، منشوفها بالفتحات الجانبية، منشوفها على الميروز وحول السيارة بشكل عام. الروف ريس صار داركر كولر ليكون رياضي أكتر. بعد المقدمة والجوانب صرنا هلأ بالجهة الخلفية يلي أنا برأيي بتشبه المقدمة من ناحية الجمال والضخامة والروعة. لما نتوجه للجهة الخلفية واللي هي المفضلة عندي، بتكتمل صورة الجمال والفخامة والقوة من خلال خطوط المستوحاة من جوانح الصقر اللي هي الفالكون وينكس اللي بتعكس الهيبة والسرعة. ولتأكيد الطابع الرياضي قام مصمم نيسان بإضافة فورمولا 1 انسبايرد فوغ لامبس وديول اكزوست فينيشر. نشغل على السبويلر الخلفي لمزيد من الايروداينامكس والثبات، والصورة كلها للجهة الخلفية تعكس تعبير حقيقي عن الفخامة والحضور لنيسان باترول نيسمو. عبد الإله، مع كل هالتغييرات الخارجية هل هالأمر بينطبق أيضا على المقصورة الداخلية؟ مصممين نيسان ركزوا كتير على الانتيرير مثل ما حكينا. خلينا نشوف سوا فرانسوا، أنا بفضل ندخل السيارة سوا ونكتشف أنا وياك التغييرات اللي صارت من الداخل. يلا. أنا فهمت حقيقة الشغف يلي كنت أنت وتيري عم تحكوا فيها على نيسان باترول نيزمو. بس دخلت على المقصورة شفت الحرفية يلي كنتوا عم تحكوا عنها، الاهتمام يلي كنتوا عم تحكوا عنه، وطبعا الذوق العالي بكل المواد المستخدمة داخل هالمقصورة، وهذا الأمر واضح وضوح الشمس قدامنا. التركيز الأول كان تغيير المقاعد، المقاعد الأمامية completely new seats موجودة بالباترول نيزمو 2021 الجديد. المقاعد هي أكبر أعرض ومريحة أكثر، هذا بيعطيك ثبات أكثر بالسيارة. وأهم شيء أنه لأول مرة دمجوا بين leather seats والألكانتارا. الألكانتارا اللي هو بدل على بريميمنس والفخامة، بس نفس الوقت بيعطيك جريب على السرعات العالية وعلى المنعطفات. منلاحظ أنه حتى الكالر تبع الانتيريا تغير، اللي هو صار رياضي أكثر وبيعكس روح نسمو اللي هو دمج بين الأسود والأحمر. حتى زادوا شعار نسمو على الهيدرست كمان، اللي كنا عم نحكي انه شعار نسمو موجود باكثر من مكان على السياره، ان كان على الالوي ويز ولا كان على الفرونت، حتى بداخل السياره بنشوفه باكثر من مكان موجود، حتى هون على الكربون فايبر فينيشر اللي استخدموه بقلب السياره مع ستيتشز الاحمر اللي هي بتعطيها الروح كمان رياضيه، وهي ريفرنس لشعار نسمو اللي بيرمز دائما للاحمر اللي هو القوه والروح الرياضيه اللي فيها. من التغيرات الجديده والكبيره اللي صارت بالانتيرير هي الفرونت سنتر كونسول. مثل ما شايفين في عندنا 2 سكرينز 7 انش و 8 انش سكرينز، واكيد اضفنا لها الكونكشن مع ابل كار بلاي، زدنا حتى الوايرلس تشارجر بالسياره، وزدنا اليو اس بي سي ويو اس بي العاديه لاي الكترونيات معك اياها بالسياره، بتقدر دائما تكون مشرجه ودائما ريدي لاي ادفنتشر بدك تاخذها انت وعائلتك وانت واصحابك. عبد الاله، انا سيارتي اليوميه هي نيسان باترول بنسختها العاديه مش النيزمو طبعا. لما قلت لي بدي منك تختبر الباترول نيزمو، انا قلت بيني وبين حالي انه شو هالتغييرات، يعني اوكي ما الباترول هو الايكون الخاص بنيسان، ولكن لما طلعت على هالسياره وسقتها لاول مره تاكدت انه السياره رشيقه. بتعرف ليه؟ شوف شو راح يصير معنا بالتسارع. شفت كيف بتنقز سياره بهالضخامه وبهالوزن وبهالحجم؟ ما بتتوقع منها تكون هالقد رشقه. هلا الأهم من هيدا كله رح نشوفه هلا أنا وياك ثبات. واو، ولا أوضح من هيك ولا أجمل من هيك. هيدا بيعود للتيونينج اللي انعمل على السيارة. سيارة باترول نيسمو 2021 هي ريس انسبايرد، هي مستوحاة من سيارات السباق. التعديلات اللي صارت على الانجن من خلال مهندسين محترفين بنيسان تاكومي بيشتغلوا بس على سيارات الجي تي ار وسيارات نيسمو. اشتغلوا وعملوا تعديلات كبيره على الانجن ليولد 428 حصان مع 560 نيوتن متر تورك. نحن عم نحكي على انجن بيولد 428 حصان صحيح، بس اصنف بس الباور، عندنا بريستن سسبنشن اللي هي بيعطيها كمان سلاسه اكثر على السرعات العاليه وثبات اكثر، بلس اشتغلوا على الريينفورسمنت تبع البادي كله ليعطيك ثبات اكثر
خاصة بالسرعات العالية اللي هي معمولة لها الباترول نيسمو. وأهم أهم شغلة حكينا عنها نحن بالتصميم الخارجي هي الفتحات الموجودة على البامبر الأمامي اللي هي بتعطيك زيرو ليفت فورس، وهيدي كانت بريك ثرو مش موجودة أي سيارة دفع رباعي تاني. فهيدا الشيء بيخلي السبورت فيلينج والباور تبع السيارة تكون أقوى، وخاصة بالسرعات العالية وعلى المنعطفات. يعني على المنعطف عم نقطع بسرعة عالية وبثبات، ولا أجمل من هيك التماسك والديناميكية الهوائية اللي أنت حكيت عنها عم نختبرها هلأ. مش هينة أبداً سيارة مع جراوند كليرنس عالي مثل الباترول تكون ثابتة بهالشكل على المنعطفات. مش بس سيارة ثابتة، أنت ثابت بمحلك، ولما تكون ثابت بمحلك بيخلق شعور ثقة بينك وبين السيارة. وهون أنا بالنسبة لي لما يصير في ثقة تنسى كل شيء. نيسان باترول هي الفلاكشيب لسيارات نيسان بالمنطقة، فبالتالي كل مواصفات التكنولوجيا مواصفات الأمان موجودة بهذه السيارة. كونسبت نيسمو أنا بالنسبة لي أثبت إنه كونسبت ناجح، لأنه جمع باكج متكامل، قوة، ثبات، ديناميكية هوائية، سسبنشن رياضية بتعطيك الفيلينج الرياضي، ولو كأنه أنت موجود على سيارة كتير ضخمة بدك تحس الشعور الرياضي، وهذا اللي عم نحسه مع الباترول نيسمو. صحيح، هي بتدمج بين اثنين، الروح الرياضية مع الفخامة والبريميونس اللي بنشوفها بكل التاتشز كان بالداخل أو بالخارج. شكراً عبد الإله على كل التفاصيل والمعلومات التقنية اللي زودتنا فيها. وهلأ بدنا نرجع لتيري يلي بدنا نعرف منه النيسان باترول نيسمو الجديدة شو أهميتها بالنسبة لخطة نيسان نيكست. بيجي هالإطلاق ضمن مسيرة التحول لنيسان نيكست اللي بلشت بوقت سابق السنة الماضية مع إطلاق العالم لنيسان أريا، واستمرت بالكشف عن نيسان زي بروتو شهر سبتمبر الماضي، ونيسان إكسترا اللي قدمناها مؤخراً بالمنطقة. سنة 2020 كانت صعبة جداً على كل الكرة الأرضية، بالنسبة لسنة 2021 شو عم بتحضروا؟ مع كل الصعوبات اللي مرقنا وعم نمرق فيها من وراء كوفيد 19، نحن متفائلين إنه سنة 2021 رح تكفي مسيرة نجاح نيسان الشرق الأوسط، خصوصاً مع التحضيرات لإطلاق 3 موديلات جديدة بفئات مختلفة، وأكيد مع إكسبو 2020 دبي رح تكون السنة حافلة. إطلاق نيسمو الجديد اليوم هو الخطوة الجاية في مسيرة إبداع يثير الحماس Innovation for Excitement لمحبي السواقة والسيارات بالمنطقة. تياري بدنا نشكرك، ولقائنا وصل لنهايته. الأكيد أنه الإثارة والحماس رح تكتشفون لما تختبروا النيسان باترول نيسمو الجديدة، وهلأ رح نودعكم مع جرعة إضافية من الأدرينالين. إلى اللقاء.